بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ميز أهل السنة بأنوار اليقين وآثر أتباع السلف بالدفاع عن دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين وجعلهم حجة على من اشتروا الدنيا بالدين وراموا رضا المخلوقين بسخط رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام ومنهج السنة والقرآن الصراط المستقيم والمنهج القويم أدب الله به أهل الشهوات وقمع به أهل البدع والشبهات وأكرم به المؤمنين والمؤمنات. وأشهد أن لا إله إلا الله المالك لكونه والحاكم في عباده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه الله عز وجل بمنهج وشريعة غراء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى لكل، أي لكل أمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأكرمنا الله عز وجل ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة غراء أخذت بيد الأمة في بدايتها إلى علياء السماء، وجعلها الله عز وجل في مكانة فوق الأمم السابقة، في مكانة سامقة باتباعها لشرعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة الإسلامية اليوم لتشهد إرهاصات ومقدمات لقيام وحش نائم
هكذا يعبر الغرب عن خوفه من قيام المشروع الإسلامي الحضاري لصياغة حياة المسلمين. هذا المشروع الذي يمثل بالنسبة للأمة وحشا بدأ يتحرك فرفع رأسه بمصر تمهيدا لقيامه كله بسائر جسده في باقي الدول المنطقة التي نعيشها من العالم. وما هي تحرك هذا المشروع وبدا بواتره حتى ثارت ثورة وتسارع امام قيامه فريقان مختصمان. الفريق الاول وهم أبناء الإسلام وطلاب الشريعة ومشتاقوها وعاشقوها أن يعيشوا في ظلها، وهم أطياف على حسب درجات انحيازهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ودفاعهم وإخلاصهم لدينهم. فأصبحنا نرى أطياف الصف الإسلامي الذي ينشد قيام المشروع الإسلامي، أصبحنا نرى هذه الأطياف كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. رأى النبي في غزوة أحد، ورأينا اليوم في ما نحن فيه من المعركة على قيام المشروع الإسلامي وضبط هذا الدستور المصري. رأينا طيفا من أطياف الصف قد استمات دفاعا عن الشريعة الإسلامية وحراسة ثوابتها، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل حتى ضرب بالسهام الكلامية وهو صابر محتسب في سبيل الله عز وجل. ورأينا مثل ما رأى النبي في غزوة أحد طيفا آخر في الصف الإسلامي قد تخلى عن موقعه الذي حدده الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب، وهرعوا لجمع الغنائم وحبك أوصافها وضبط مقاسها وإحكام حوزها، وتركوا إخوانهم لأذية عدوهم، فأوهنوا الصف الإسلامي وأغروا العدو الليبرالي فعلى صوته وكثر شغبه على المدافعين عن الشريعة أولا ثم عليهم بعد ذلك ثانيا. وأصبحنا نرى رافضا وساخطا ومعترضا على قيام المشروع وعلى ضبط مواد الدستور، فليس عجبا أن نرى من كان بالأمس عابدا لهواه عدوا لمولاه ساخطا ومعترضا ورافضا للشرع، ليس عجبا. لكن العجب كل
صوتا أو حتى همسا لحماية شريعة القرآن ممن كان بالأمس يقول القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله أغلى أمانينا شعارات الأمس نكست منها الرايات اليوم كلمات كانت بالأمس في نفوسنا غالية يخسر اليوم قائلوها مصداقيات عالية خسارتهم خسارة لنا جميعا وخسارة للصف الإسلامي فيا ليتهم يراجعون أنفسهم قبل فوات الأوان وقبل أن نخسر جميعا ويستدير لنا الزمان ويولي وجهه لغيرنا وهذا طيف وطيف ثالث من أطياف الصف الإسلامي قد بطأ بحضوره وأحجم عن ظهوره للقيام بدوره في ساحة الوغى للدفاع عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا ينتظر هذا الطائف وهذا النوع ماذا ينتظر ينتظر بتخلفه نتيجة سيئة وعندئذ يدفع التهمة ويقول قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا أو يفتح الله عز وجل بجهود المخلصين المضحين الصابرين الثابتين المنافحين عن شريعة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولعل هذا الطيف كان معذورا لكن أين دوره في مساندة ومناصرة إخوانه في الساحة الإعلامية الشرسة التي تتناول النوع الأول يسلقونه بألسنة حداد لأنهم مرتضون من موقفهم في الدفاع عن شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي ألوان الطيف الإسلامي الذي تنشد المشروع الإسلامي أما الفريق الآخر وهم الرافضون للإسلام أن يكون منهجا ودستورا للأنام فهؤلاء هم المتغربون الذين صاروا لدينهم غرباء وهم لأعداء الإسلام من شرق وغرب أبناء أوفياء قد رضعوا منهم فكرا ومكرا تعلموا في معاهدهم وعلى مناهجهم صغارا حتى شقوا وجعلوهم في بلادنا لرعاية مصالحهم كبارا هؤلاء في مجموعهم إذا ذكر الله عز وجل وحده في الدستور ولوا على أدبارهم نفورا وهللوا وهولوا تهويلا وأقاموا مأتما وعويلا وهؤلاء كذلك ليسوا بطيف واحد بل هم أطياف فمنهم من يرفض الإسلام جملة وتفصيلا وهو في نفس الوقت يسبح بحمد لينين وماركس
وغيرهما بكرة وأصيلة. هذا طيف، وطيف آخر يتوافق مع الإسلاميين على وجود الدين لحامله، لا الشريعة ولا الدستور. هذا الطيف يتوافق مع الإسلاميين على وجود الدين لحامله، لا الشريعة ولا المشروع الإسلامي، بل يريد الدين محصورا في البيت أو في المسجد، مفصولا عن الحياة، مفصولا عن السياسة، مفصولا عن إدارة حياة الناس. ولا مانع عند هؤلاء في إسلام مدرن، إسلام مفصل يريدونه. لا مانع أن يكون المسلم في مكان تاجرا وفي آخر فاجرا، لا مانع. ولا مانع عند هؤلاء أن تكون المرأة المسلمة في المسجد طاهرة وخارج المسجد عاهرة، لا مانع، لا تعارض عند هؤلاء. وإذا استغربت وتكلمت كمدا وألما، قالوا لك حرية المرأة. أتتعدى على حرية المرأة؟ فحرية المرأة عندهم أن تكون عاهرة، عارية، أن تكون سلعة تتداول بين الأيادي. هكذا حرية المرأة في المناهج الغربية. إن المرأة في الدول الغربية بإمكانها أن تسير عارية، إنها تعرض ورب الكعبة عارية كاملة في الفتارين تنتظر من يشير إليها ثم يأخذها في ألمانيا وغيرها. هذا هو المنهج، وهذه الحقوق للمرأة التي يريدون. قد يعجب أحدنا ويستبعد أن يكون ذلك بمصرنا، أبدا، لقد حدث. إن فتاة ليبرالية تتبنى هذه الأفكار لها صفحة على الفيسبوك، قد خلعت ملابسها كاملة وصورت نفسها عارية، ثم جعلت شعار صفحتها صورتها العارية لتقول للمجتمع المصري: هذه حرية المرأة، حرة في نفسها. هذا الذي يريدون. فالإسلام الذي يريدون هذا هو. لا مانع عند هؤلاء أن يكفر ابن المسلم أو ينحرف أو يفجر. وإذا حزن الأب وسعى لإصلاح ابنه ولرده، قالوا إنه يتعدى على الحقوق والحريات. هذا المسمى قد يجول في خاطرك أنهم يعنون الحقوق والحريات التي نعنيها نحن والتي كفلها الإسلام للمسلمين وللمواطنين من حرية المسلم في نفسه وفي ماله، في بيته وفي زوجه وعياله، أو حريتي، أو حق المسلم، حق المسلم في نفسه وفي بيته وفي عياله في زوجه، أو حق المسلم عند دولته في وظيفته أو إعانته، أو حق المسلم والمواطن في الحقوق العامة المشتركة كحق الطريق وحق المرافق وحق المؤسسات. لا لا لا، لا يعنون هذه الحقوق، إنهم يعنون بالدرجة الأولى حق الكفر وحق الردة، حق العربدة، حق الانحراف، حق قرى العراة، حق الخمارات، البارات. هذه الحقوق التي يعنون ومن أجلها يقاتلون. أما الحقوق
التي تقرها العقول الصحيحة والفطر المستقيمة لا يختلف عليها اثنان. هؤلاء الذين جلسوا في تأسيسية الدستور وقال لهم الإسلاميون طرحوا مواد الدستور مادة مادة على هذا الشعب، والشعب يختار ما يراه طريقا مناسبا لحياته. قالوا لا، إنهم قلة لا وزن لهم كبير في المجتمع، فرفضوا طرح الدستور على الشعب مادة مادة، لأنهم يعلمون أنهم سيخسرون وسيتحيز هذا الشعب إلى دينه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لقد اصطبغت ولله الحمد الملايين من الجماهير عبر السنين الماضية بهذه الصبغة، ودانوا لله عز وجل واستنوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أنهم خاسرون وقالوا لا، نريد دستورا توافقيا يتوافق عليه رموز من كل فصيل. فوصلوا لحالة التوافق، وذلك بوضع صمامات أمان وضوابط وشروط وفلاتر السموم، فلاتر للسموم وضعها أتباع السلف المنافحون المدافعون عن الشريعة في الفترة الماضية، قيود حتى تحفظ هذا الدستور من الفساد. ثم خرج علينا هؤلاء أولا يجربون، فأخرجوا مسودة خالية من كل الضوابط ومن كل الصمامات ومن كل وسائل الأمان التي اتفقوا عليها جميعا، يريدون أن يلتفوا على إرادة هذا الشعب. فينبغي أن ننتبه لهؤلاء، ينبغي أن نهب وأن نقوم جميعا وأن نقول كلمتنا. إن دستورا ليس فيه أمان لمستقبل أولادنا ومستقبل أولاد أولادنا لمرفوض. إن دستورا يضيع ديننا ويضيع قيمنا ويحرف أجيالنا لمرفوض، إلا يضع فيه ما اتفقوا عليه وما وقعوا عليه من القيود والشروط والموانع للفساد، لا نقبله أبدا. فيا أمة الإسلام، يا أيها المسلمون، يا من سماكم الله المسلمين من قبل، يا من رضي الله لكم الإسلام دينا، لا تفوتوا أبدا هذه الفرصة، لا تتراجعوا هذه المرة، وإلا لعب بنا أبناء أعدائنا. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون في الفترة القادمة على وعي كبير لحراسة ديننا، كي يبارك الله عز وجل لنا في دنيانا. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يعز دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد اجتمع في يومكم هذا الجمعة والعيد، فمن أراد أن يجزئه العيد عن الجمعة فلا بأس. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم كهذا اجتمع الجمعة والعيد، فمن كان مشغولا أو كان ذا عذر يشغله عن حضور الجمعة فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لمجمعون أو مجمعون، فالخطباء وأئمة المساجد
يصلون الجمعة ويخطبون الجمعة لمن أراد حضورها من المسلمين، وينبغي أن يحرص على حضورها من كان بإمكانه حضورها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل العوالي وأهل الأعذار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة، وحينئذ يصلونها ظهرا في بيوتهم، لا يتركون الصلاة صلاة الظهر. هذا بالنسبة لموضوع اجتماع الجمعة والعيد. ثانيا، نحن في يوم عيد الأضحى المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله للمسلمين عامة فرحا، وأن يدفع عنهم هما وترحا. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. يا أحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تغفروا، ترحموا، تواصلوا، رحمكم الله. العيد يوم فرح، نفرح بهذا الدين العظيم وهذه الشعيرة الكبيرة، ولا ينبغي أن ننسى إخوانا لنا في مثل هذا اليوم، مضطهدون، منكوبون، مظلومون، قد ظلمهم غاشم، حاكم، باطش، قبحه الله وأراح المسلمين من شره، وهم إخواننا في سوريا. لا ينبغي أن ننسى إخواننا، ينبغي أن ندعمهم روحيا وسياسيا وماديا وبكل ما نملك في مثل هذا اليوم وفيما بعده من أيام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أيها الإخوة المسلمون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل في خطبة عيد الأضحى ليمكن من أراد أن يضحي في ذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم، فنكتفي بذلك ونتيح الفرصة لإخواننا إدارة المصلى جزاه الله خيرا على إدخالهم وجهدهم وبذلهم ومع جوائز العيد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.